أعود إلى ما أمر الله عز وجل فأقول لا، ليس هناك مساواة بين المسلم والكافر، ولا يحل شرعا أن أساوي بين الذي آمن بالله وآمن بالأنبياء وقد أكرمه الله بأن جعله إنسان فضله عن الأنعام، ولكنه اختار أن يكون كالأنعام. لذلك نعرف تماما أن الله عز وجل قد أخبرنا أن الذي لا يؤمن 30 ثانية. بالإسلام فهو كالأنعام، يعني هو كالدواب، بل هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، فكيف أقول أنه يتساوى بينهما الأمر؟ أعتقد أنه من خلال إجابتي على السؤال الأول قد أجبت على السؤال الثاني. طالما الله يخلق الناس متساويين في ملكاتهم العقلية والعاطفية، عندما أقوم كطبيبة بتشريح الدماغ البشري لا أجد أي فرق بين اليهودي والمسلم والمسيحي والكافر والملحد حسب تعريف الشيخ عمر البكري. من أنا لكي أحدد بأن هذا مؤمن ولذلك يجب أن يتمتع بكافة حقوق الإنسان وهذا كافر هو بمستوى الحيوان؟ هذا الأمر يعود إلى الخالق إذا كان هناك خالقاً لكي يحدد من أنا ومن أنت. أما على سطح الأرض وطالما نخلق بنفس الطريقة وبنفس الملكات يجب أن نتمتع بجميع الحقوق، ليس لأحد حق أن يسلب آخر حقه في العيش الكريم، حقه في المساواة، حقه في أن يمتلك عزة نفسه. لا فرق بين الكافر والملحد، لأنه تقييم الإنسان أو إصدار حكم على الإنسان بإيمانه أو بعدم إيمانه يجب أن يعود إلى الخالق إذا كان هناك خالق. أما البشر فليس من سلطة أحد على أحد كي يسلب تلك الحقوق. ومن حقها أن تعبد بما تريد وستحاسب عليه يوم القيامة. الله يقول في سورة التغابن في الآية رقم الثانية، الآية الثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لذلك يعني والله بما تعملون بصير. فالمسألة واضحة، هناك من هو مسلم وهناك من هو كافر، ولا يتسوى ولا يستويان، بالعكس التسوى بينهما هذا كان يفعله الكافر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأنهم ليسوا سواء، ليس سواء أبدا، المسلم يعلو ولا يعلى، وغير المسلم هو أقل من المسلم، هو الذي اختار لنفسه أن يكون غير مسلم، لأن لو كان يستمر على المسيحية الصحيحة وعلى تعاليم التوراة الصحيحة لكان بنفس المستوى يتساوى كل أهل الإيمان، ولكن لما ترك الإيمان برسالة الإسلام وترك الإيمان بالله عز وجل وترك اتباع أوامر الله وأخذ يتفلسف يضع قوانينه بنفسه، هو الذي اختار أن يكون دون الإنسانية التي وصفها الله عز وجل بأنها هي المتعبدة لله. أعزائنا المشاهدين، يسر الآرامية أن تعلن أن كل برامجها على البث المباشر باللغة العربية تذاع أيضا في نفس الوقت مباشرة على موقع اليوتيوب، وعند زيارتكم موقع اليوتيوب يمكنكم كتابة ABN Arabic. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار نرحب باتصالكم بنا على الآرامية